سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. أولا أنا حابة أشكركم جدا على يعني متابعتكم لنا في الأسبوع الماضي. الحقيقة أنه كان أسبوع رائع، الاحتفال بعيد قناة الحياة العشرين، ويعني باركني ربنا جدا أن أنا أكون مشاركة مع أخواتي الأخ وحيد والدكتور أشرف والأخ ناصر في جزئين من الاحتفال بعيد القناة، وكان الحقيقة وقت بركة كبير، وإحنا سعداء جدا أنكم يعني صليتوا معانا وشاركتونا واتصلتوا وكتبتوا، والرب يبارككم جميعا ويثمر في وسطكم. عايز أفكركم أن احنا عملنا ثلاث أجزاء مش جزئين. الجزئين الأولانيين كانوا مع الدكتور أشرف والأخ وحيد والأخ ناصر، لكن الجزء الثالث كان مهم جدا، هو ما كانش مباشر لكن كان مع الأخت فرحة والأخت مارينا والأخت إيمان والأخ عادل مالك مسلماني والأستاذ محمد المسيح. ما يفوتكوش انكم تشوفوا الأجزاء دي كلها، موجودة على اليوتيوب، لأنه يعني كان فيها كل ما يمجد اسم الرب، مش حاجة عن أشخاص ولكن عمل الرب اللي كان في وسطنا. بشكركم وبشكر الرب جدا. يا رب احنا بنشكرك من أجل عمل أنت بدأته وأنت تكمله لمجد اسمك في اسم يسوع، أصلي أمين. طيب خليني بقى أروح لاسم حلقة النهاردة. حلقة النهاردة بعنوان أخبار النساء. في الأسابيع اللي فاتت إحنا كنا مشغولين بمواضيع يعني حسب قيادة ربنا، الرب كان بيقود لمواضيع معينة، فكنت بمشي خطوة خطوة، لكن في نفس الوقت كمان كنا مشغولين بالإعداد للعيد العشرين للقناة. لكن في الوقت ده أنا كنت بجمع بعض القصص والحاجات اللي كانت بتلفت انتباهي. فالنهاردة الحلقة دي مخصصة لبعض المشاهد اللي شفناها يمكن في الشهرين ثلاثة اللي فاتوا، وبعض الفيديوهات الصغيرة اللي طلعت هنا وهنا. فكرة الحقيقة طبعا كلها مرتكزة على مكانة المرأة المسلمة في الإسلام وفي العالم الإسلامي، حتى ولو كانت في الغرب فبرضو مكانتها واضحة من بعض الفيديوهات الصغيرة اللي احنا هنشوفها النهاردة والأفكار اللي بتطرح النهاردة. لكن أولا عايزة أقف عند قصة ما تكلمناش عنها، لكن اتكلمنا عن مثيلات لها كتير جدا، وهي ما يقال عنها جريمة شرف، وهي طبعا بالتأكيد ما هي لا هي جريمة شرف ولا أي حاجة، ولكن تصنف على إنها جريمة شرف في العالم الإسلامي. الجريمة دي من العراق، وقصة البنت هي البنت اسمها طيبة العراقية، معروفة القصة على إنها قصة طيبة العراقية. طيبة دي بلوجر بتعمل فيديوهات صغيرة على السوشيال ميديا، وابتدت تتعرف شوية في وسط الناس، واللي حصل إنها اتقتلت. ولما قتلت ابتدت تطلع بقى بطن الحكاية، أو ممكن تبقى طيبة أو طيبة، أنا بقراها كده بس أنتوا ممكن تقروها أي حاجة. ف يعني عايزة أقول حاجة قبل ما نبتدي نتكلم في قصة طيبة أو طيبة. كل اللي بنشوفه من أحداث وتفاعلات النهاردة بتحكي عن قصة واحدة من البنات أو الستات أو حياة المرأة المسلمة بصورة عامة، هتلاقي فيها جذور مرارة، هتلاقي فيها بذرة مقاسي كده على طول. ليه؟ لأنها متاخدة أساسا من المرارة اللي زرعها الإسلام في حياة المرأة المسلمة، فلا تثمر إلا مرارة في المجتمع وفي حياة المرأة والرجل زي ما قلنا، لأنه
إذا كان المعتدي رجل فالمشكلة أنه هو نفسه بيتأثر. فخلينا نشوف إيه اللي حصل في قصة البنت دي وهل تغير شيء. المفروض أنه البنت دي اتقتلت في فبراير من السنة دي، لكن الحقيقة القصة ما انتشرتش بالشكل ده إلا قريبا جدا. طيب هي بلوجر بتعيش في عايشة في تركيا ومخطوبة لشخص بتحبه وعايشة هناك لوحدها بعيدة عن أهلها، أهلها كلهم عايشين في العراق. فهي وخطيبها كانوا على وشك الزواج، ولكن فجأة رجعت العراق. في قصتين، إما إنها رجعت العراق علشان كان في مؤتمر ما كناشطة مثلا في حقوق المرأة راحت تحضره، أو لأنه أهلها فعلا استدعوها. بنكتشف بقى من خلفية القصة بعد كده أنه في مشاكل دعت البنت دي أنها تسيب أهلها وتروح تعيش في حتة بعيدة في تركيا. المشكلة الأساسية أنه للأسف أخوها تحرش بها جنسيا، وأنه أبوها وأمها لا ساعدوها ولا وقفوا معاها في الموقف ده، وغالبا الأمر كان بيتكرر فهربت مشيت. معرفش مشيت إزاي، ما عنديش تفاصيل عن الموضوع ده، لكن السبب انه الاخ تحرش بها جنسيا. في شيء مش صح، في حاجه، في انفصال. مش في ان شخص غلط وتحرش، لا. المشكله اللي نراها دائما ان الاب الام والاب لا يستطيعوا مواجهه الواقع اللي المر اللي بيمروا اللي بتمر بيه البنات، وخاصه لما يكون الاب هو المتحرش أو الأخ هو المتحرش، وأحيانا العم أو الخال في دفاع عن شرف العيلة، شرف الراجل مش شرف البنت اللي بيعتدى عليها وبتدمر. قصة متكررة؟ آه قصة متكررة. هو الإسلام بيسمح باعتداء الرجال على محارمهم؟ لا، لا يسمح، ولكن يشجع. يشجع إزاي بقى؟ لما يتقال للاب انت للبنت ما تلبسيش مش عارف ما تلبسيش بنطلون قدام ابوكي، او لما تكبري ما تقعديش مقربه من ابوكي قوي. فبنغير حاجه في المشاعر والافكار الانسانيه الطبيعيه، انه الاب يظل يرى البنت على انها بنته الصغيره البيبي. لكن لما يكون في جذور في الاسلام بتقول انه الصحابه ومحمد كانوا بيشتهوا الاطفال، فيبقى عندنا مشكله بنغير يعني النظام الانساني. في فرق بين انه يكون في الدين مصرح به انه الطفله تتزوج وان الطفله تشتهى وانها ممكن يبقى عندها 9 سنين فتتجوز زي اللي حصل لعيشه مثلا. الأساس أنت زرعت إيه؟ أنت زرعت شهوة حتى للأطفال. مرض نفسي وعقلي وإنساني. فعندنا هنا بتبتدي من هنا جذور المرارة. نرجع بقى لقصة طيبة. أدي الأساس الإسلامي فيها، أدي جذر المرارة اللي فيها اللي البنت حصدته بقتلها. رجعت البنت علشان خاطر تتفاهم مع أهلها، وعلشان خاطر يعني تحل مشكلتها معاهم أو تحضر المؤتمر زي ما قلنا. اللي حصل إنه في برضو فريقين بيقولوا إما إنها أهلها خطفوها وما خلوهاش في البلد اللي هم فيها، ولكن أخدوها في حتة بعيدة وفي بيت من بيوت الأهل، أو يقال إنها راحت زارتهم اللي حصل انه الاب قتلها وهي نايمه، خنق بنته وهي نايمه، الشابه الجميله اللي في عز شبابها. ليه؟ لانه مش عايزينها تتجوز فلان الفلاني، لانها عايشه بره، لانها بتعمل فيديوهات واحده بتتكلم عن الحياه وحياتها، افكار عن النساء، اي شيء. لا هي كانت ست بنت خليعة ولا بتعمل حاجة غلط، لكن العيلة العار. المشكلة التانية، أوكي،
انه يتقال انه الاب قتلها على انها جريمه شرف. اوكي، ليه بقى هتفضل جريمه شرف؟ وهتفضل ويفضل المعنى واسع يلم تحته جرائم رهيبه لا انسانيه حتى لو البنت عندها فكر. انا مش قادره انسى اختبار ايه لما ابوها اخدها عشان تتفرج على صاحبتها وهي عندها 7-8 سنين. البنت كان عندها آية نفسها كان عندها 7-8 سنين وصاحبتها يمكن 8-9 سنين. ردت على واحد من الناس اللي في المدرسة وفي الشارع، صبح عليها فصبحت عليه وهم ماشيين بس من البيت للمدرسة. فراح أخوها والشيوخ والناس اللي في القرية اللي هم فيها حطوها في النص ورجموها، وأبوها خرجها علشان يشوف البنت صاحبتها بتترجم عشان ما تفكرش تعمل حاجة زيها. ويفضل الأثر النفسي نسلمه من الأمهات للبنات للأباء للأجداد. أجيال تتناوب انه ده الطريقه الصح ودي الفكر الصح ولازم نخوف ونرهب ولازم ما يكون لكيش كذا ولازم ما تعمليش كذا. اوكي، يعني فكره العار وملكيه المراه انها مملوكه للاب وانها مملوكه للعيله وان اختياراتها تاثر على العيله. هي مش انسانه، لا ليست كائن. بس احب يعني اقول لكم حاجه، الإنسان البنت اللي انتوا شايفينها دي إنسانة كانت كاملة لها جميع الحقوق وعليها جميع الواجبات اللي تقدر هي تختار تعيشها زي ما هي عايزة، حتى ولو كان ده يخالف رأيك ودينك وأيا كان. أنا أم وجدة، والنهاردة عارفة إنه بنتي ابني الكل على السواء لهم حق اختيار حياتهم كما يريدوا. الله لا يعني لا يجبروا ان هم يطيعوا الله، لان الطاعه لازم تيجي من القلب. لا يجبروا ان هم يحبوا الله، اختيارهم هو اختيارهم لا يعود عليا. اختيار الانسان هو اختياره لا يعود عليا، دوري انا اني انصح وعضد وربي وقوم وصلي، وإذا ما نفعش ده اختيار كل شخص. لكن ثقتي أنا كإنسانة مؤمنة بنعمة الله في حياتي إن الله زي ما بيقول لا يتركنا ولا يحملنا أبدا، وإنه ما فيش وعد وعدهولي مش هيحققه في حياتي وحياة أولادي. فصلي، ابني يحيد عن الطريق، بنتي تحيد على الطريق، أصلي وقوم وأقول ولا أوافق، بس كمان ما أطيعش، ما رميش، ما اقطعش البركة. مفاهيم الإسلام دين انفصالي جدا جدا، وهنشوف النهاردة في حاجات كتيرة هنتكلم فيها تلاقوا فيه انفصالية. مجرد ما أنت تخرج عن الطريق أو تختار اختيار مختلف فأنت قطعت، تنقص قيمتك. إزاي الأم تنظر لبنتها ولا صورتها دي وما تبقاش شايفة قد إيه يعني خسارتها؟ الأب اللي قاعد فوق راسها يخنق فيها إزاي؟ والنقطة بقى اللي نعود ونذكرها، نعود ونندد، نعود ونرجو الإصلاح، إن الدولة ما جابتش حقها، إن الدولة لا ترى قيمة المرأة إذا ما وضع ال بيقولوا عليه إيه ده التايتل، يعني العنوان أنها جريمة شرف. فالأب أخذ 6 أشهر، 6 أشهر في بنت دي كان ليها أحلام وأمال وناس بيحبوها، وما بتحبوهوش انتوا مالكوا، سيبوها.
سيبوها تعيش. لو كان طريقكم صح كانت رجعت له. أنا أثق في نعمة المسيح مهما حاد أولادنا عن الطريق يعودوا لمحبة الله لأننا نصلي ولأننا نثق في الله، وإن لم يعودوا فده اختيارهم. والله لا يترك أولاده، دي ثقتنا في الله ودي وعود الكتاب المقدس. لكن في القرآن بقى وفي الإسلام لا، اقطع اضرب اقتل، ده اللي تربيته عليه. النحر هو الأساس، يلا خلصنا اقطع الرقبة واجري. كام قصة حكيتها لكم، كام بنت اتكلمنا عنها. الله يعني يغير القلوب ويعزي الناس اللي بيحبوها وخطبها، ويعني الناس اللي كان عندهم أمال في حياة البنت دي، ربنا يعزيكم. وأتمنى أنكم تكونوا صوت للتغيير. أوكي. لازم نقول أن التربية مش قمع، التربية غرس مبادئ، غرس مبادئ وتعليم الحرية الحقيقية، دي التربية. يتعلمها أولادنا لما نكون إحنا المثل الحي ليهم. لما نغلط نعترف بالغلط. التواضع مهم. الكتاب المقدس بيعلمنا كده، أيها الأباء لا تغيظوا أبنائكم، ويقول لنا إنه لو غزتوهم هيفشلوا. هيفشلوا يعني إيه؟ يعني ما تتحديش ابنك وبنتك طول الوقت، ما تفشليهمش. لكن اللي يقودنا لأنه أولادنا يرجعوا إن إحنا نربيهم على سماع صوت الرب، إن إحنا نربيهم بإرشاد الرب. أنا أسمع فربي، أربيهم على مخافة الرب، أيوة صحيح، لكن محبته. أخاف أزعله، مش أخاف منه وترعب منه. واللي بيقتل هذا القاتل هو نفسه مرعوب من إلهه فيخلص. أنا ما هو يعني لو 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 هي مش ماشية على الصراط المستقيم هو هيدخل النار. الإسلام ربطكم في يعني سلسلة. الأب ده فاكر إن هو بيرضي الإله، أنت ترضي الشيطان تماما. أهدرت حياة بنتك وأهدرت إنسانيتك وكسرت قلب اللي حواليك. ربنا يعينكم. القصة الثانية النهاردة هي قصة فيديو صغير شفته على تويتر. الفيديو ده في بنت عايشة في السعودية بتقول أنا مش عايزة، أنا مش عايزة أفضل هنا، أنا مش عايزة الناس اللي بيتحرشوا فيها في الشوارع، أنا مش عايزة القمع اللي أنا عايشة فيه. أنتي قلتي، بتقول لأمها أنتي قلتي يا ماما أن السعودية تغيرت، أنا مش شايفة أنها تغيرت، أنا مش عايزة أستنى، ما أبغى ما أبغى ما أبغى. البنت منهارة يعني في حالة انهيار. أنا غيرت شوية في الصورة بتاعت الفيديو ده لأنه الحقيقة مش عايزة أنه ملامح البنت تبان قوي، لكن هي ما تطلعش أكتر من 10-11 سنة يعني بالكتير. خلينا نشوف الفيديو وأرجوكوا حسوا كده بالكلام اللي بتقوله البنت دي. تفضلوا. ألبس اللي أنا أبغى. طيب الأونلاين أنت من أول تبين الأونلاين. أطلع من زقاتي بدون ما أحد ينشب لي. وين رايحة؟ وين جاية؟ في ناس يتحشرون فيني بالشارع. في لا ما أبغى ما أبغى ما أبغى. ماما ليش كذا؟ لا 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 تقولين السعودية هنا قاعد تفتح شوي شوي. إيه تفتح شوي شوي. ما أبغى شوي شوي ما أبغى. سلام الرحمن جاك ماما. تعبت تعبت. تعبتي من وشو؟ انا ابغى حياة تينيجر عادي عادي. انا ابغى اروح مع صديقاتي اي وقت انا ابغى. طب عادي ما مروح. انا سويتها باستراليا بس هنا ما في. ما ايه بتقول ايه؟ انا عايزة حياة بنت مراهقة عادية.
انا عايزه اروح المول من غير ما حد يتحرك بيا، انا مش عايزه حد من الناس اللي بشوفهم في الشوارع. يعني انا هقول لكم الكلام اللي قالته اللي ما فهمش، مش عايزه كل ما اروح امشي في الشارع الناس تقول انت لابسه، انت قلعه، انت بتعملي ايه، انت خارجه مع مين، وهكذا. اوكي، ده طبيعي، ده طبيعي، ده عند الناس كلها في العالم. يعني معلش سامحوني، التربية في الدول الإسلامية وخاصة في السعودية، الانغلاق الشديد ده اللي احنا كنا فاكرين انه في انفتاح وفي تغيير ومش عارف ايه، ده قمع لحريات بسيطة. يعني بنت عندها 11 سنة كده تبقى عايزة تروح تقعد مع صاحباتها، يتمشوا في جنينة، ياكلوا ايس كريم، يلعبوا كورة. صدقوني البنات بيحبوا يلعبوا كوره برضه. هي بتقول انا تينيجر، لكن هي عايزه تعيش كطفله، هي شكلها طفله عاديه، عايزه تروح تنقي فستان تلبسه، تنزل حمام سباحه، تتمشى، تروح على البحر زي العالم كله. ده لا يعني انها عايزه تنحرف، لكن في الثقافة الإسلامية لا، ده انحراف. انت فين حجابك اصلا؟ ليه مش عايز تلبسي الحجاب؟ البس، غطي، يعني اقمع. عايز اقرا لكم اللي مكتوب فوق التويتة دي، كان الكات المشيرة بتقول كده: هل سيصنف المجتمع هذه الطفلة على انها نسوية؟ هل هيلطموا ويتباكوا ظهرا ويدعون أن النسويات عبثوا بعقلها؟ أو هل سيرون فيها طفلة طبيعية مطالبها وأحلامها إنسانية طبيعية بسيطة ومن حقها ممارستها دون وصاية أو تسلط من أحد؟ ده لا يعني إنها مش هتتربى، ده لا يعني إنه الأم مش هتكون معاها والأب هيكون معاها والإخوات هيكونوا معاها، لا برضو. يعني ولادي لما كانوا صغيرين عايزين يروحوا المول مع أصحابهم، أروح أنا أقعد أشتغل في المول اللي هم فيه، وهم يروحوا يعملوا شوبينج، يأكلوا آيس كريم، يلعبوا ألعاب، أي حاجة وأنا موجودة. بس عندهم اختيار، عندهم حرية، يعني مش لازم يمشوا على اللي أنا عايزاه، مش لازم اللي أنا بعمله هم يعملوه، مش لازم اللي أنا اتحرمت منه هم يتحرموا منه. أي قيم إنسانية ولا قيم دينية تخلي البنت دي ما تقدرش تعيش حياتها بصورة طبيعية؟ غطي شعرك، البسي طويل، البسي مش عارف إيه، مش عارفة عينيكي بانت، لأنها اللي بيبصلها كده يقولك لا، دي يعني دي ممكن تتجوز دلوقتي. يعني إحنا ارتقينا شوية دلوقتي وبقينا نقول يعني سن الـ15 ده هو بقى اللي يعني الرجاله بيقولوا كده دلوقتي، لكن بيتجوزوا 10 و11 وكده عادي. ازاي؟ عايزه قبل ما اوريكم المقابل لده، عايزه يعني ارجع لتعليقات الناس بقى، تعليقات الناس على الفيديو ده. اوكي، البنت كانت عايشة في استراليا، فصاحبة البوست بتقول كده: صديقاتي اللي بيقولوا طبيعي البنت اتنقلت بين بيئتين ووضعها طبيعي عشان كده، يا ريت تقروا ما بين السطور. القصد من كلامي كله ان الانسان الطبيعي وبفطرته يرفض القمع والمنع والتسلط والبغض، وبغض النظر انها عاشت في بلد اخر ام لا. انا موافقة جدا على الكلام ده، هي مش عشان شافت حاجة، لا، ما فيش بنت عايشة في السعودية ما بتحاولش تخرج عن إطار هذا القمع بطريقة ما، لأنه دي حاجات تتعمل في الحيوانات مش في الإنسان الطبيعي. الحيوان بس هو اللي تحطه في قفص عشان ما يوسخلكش الدنيا، لكن دي إنسانة تخرج وتنتج وتكون إنسانة مسؤولة وتتعلم قيمة نفسها في عينين الله، وتتعلم قيمة إنها جزء من عائلة يجب أن تحترم وهكذا. علم، مش تجوزها وهي عندها 10 سنين وبعدين تقول لها اتصرفي كذا واعملي كذا.
انت قمعت انوثتها وقمعت طفولتها وقمعت افكارها وحرمتها من التعليم. ده في يعني مش عارفه كنت احط ايه ولا ايه المره دي، حوارات دلوقتي على مين اللي قال ان الست لازم تتعلم في القران؟ شيوخ بيتكلم، لا ما فيش حاجه اسمها الست لازم تتعلم. النهارده احنا قربنا على اخر 2023 والحوارات دي لسه ماشيه. اوكي في بقى ناس عماله تقول ايه، طيب الطفله دي، هذه الطفله قليله ادب تحتاج تربيه من جديد، وهي بهذا العمر لابد يكون عليها وصي وولي امر، هي ما تعرف الصح من الخطا، تضر نفسها والمسؤولين عنها وابوها وامها. وبعدين بتقول لها يعني بطلي اللي انت بتحاولي تنشريه دي. هي قالت مطالبها بسيطة ومن حقها، لا مش من حقها وهي بهذا العمر، وأي عمر هيكون عندها حق فيه. طبعا المعترضين على طول يقول لك لا يجب القوامة ولازم يكون وصاية ولازم يكون مش عارف ايه. هو حد قال لك انك نخلف العيال ونطلقهم كده في الشوارع؟ لا، نعلم القيم بس ايضا نعتبر انسانية هؤلاء. الكتاب أما بيتكلم عن تعليم الأولاد بيتكلم عن تعليمهم إن هما لا يحيدوا عن طريق الله. طريق الله لا يعرف إلا بمعرفة الله نفسه، إلا بمعرفة شخصه. ولكن عندما تعرف شخص إله الإسلام أنت بتنتقل في حالة تانية خالص، لأنه المتكلم هناك الشر نفسه. خليني اروح للسلايد اللي بعد كده. يعني كل التعاطف مع البنت دي بصراحه، شوف محمد صلاحوفيتش. اوكي انا لازم اشوفها من هنا عشان بس مش شايفه قوي فسامحوني. اوكي سوري معلش دقيقه واحده. أوكي محمد بيقول إيه؟ بيقول إنه في طفلة سألته، أوكي أخت أوروبية مسلمة جديدة بقالها 3 سنين تقريبا، أوكي عندها ولد وبنت، فالأولاد دول مش متربين بقى على الإسلام لأن الأم بقالها 3 سنين بس. كلمتني بتقول لي سلمى بنتها، طبعا سموا العيال بقى من جديد سلمى والحوراء ومش عارف ايه، يحطوا لنا بقى الاسامي العجيبه بتاعتهم دي عشان اسامي الكفار حرام. اوكي فعايزه تكلمني، عايزه تسالني عن حاجه محيراها. ايه بقى سلمى بتقول له ايه؟ انا مش معترضه على موضوع التعدد وعارفه انه شرع ربنا ومتقبلاه، بس حاساه هيبقى صعب عليا شويه لو جوزي اتجوز عليا واحده ثانيه، اعمل ايه؟ فهو بقى بيرد عليها، بشوف الذكاء بقى، خليكي انت الزوجة التانية على طول. صدقوا انا ما فهمتهاش، يعني قعدت شوية افكر فيها. يعني ايه؟ يعني خليكي نصحة اشغليه وانت تبقي الزوجة التانية دايما وما فيش حد يجي بعد. مش فاهمة يعني، مش فاهمة انت حضرتك بتقول لها ايه، خليكي انت الزوجة التانية على طول؟ ما فهمتش. او اتجوزي واحد يكون متجوز؟ برضو ما فهمتش. رد مش رد، رد متعب اكتر. فالبنت ردت عليه وقالت له يا والله ميك سنس، والله صحيح، يا ايه الهبل ده، بنت عندها 10 سنين بتسألك عن التعدد وليه جوزي يتجوز عليا؟ لو انت بقى مقتنع قوي بشرع الله بتاعك ده تقول لها لانه مثلا فوائد التعدد ليكي هيكون كذا. حد يقول لي فائده واحده من فوائد التعدد للمراه؟ الا اننا بنشوف الفقهاء والفقيهات من السيدات لما يجوا يتكلموا عن التعدد يقول لك والعياذ بالله، إنه ابتلاء والعياذ بالله. عايز تقنع بنت عندها 10 سنين، بليز يعني لو سمحت، انت واضح انك بقى بتتكلم انجليزي وكده، لو سمحت حضرتك فهمني ايه فايدة
التعدد لزوجة أعطت حياتها لرجل علشان تعيش معاه وتبني بيت وتبقى وتبني أسرة وتخلف عيال ويجي هو بقى يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة. شوفوا بقى السلايد اللي بعد كده. السلايد اللي بعد كده بقى واحدة بتقول له هو ليه يعني طفلة 10 سنين يكون شاغلها موضوع التعدد؟ ايه المحتوى اللي البنت بتاخده يعني مفترض تركز في الدراسة او لعب او تتعلم بعض المهام المنزلية المناسبة لسنها او تأهلها لمرحلة المراهقة؟ دي مش حاجة فاني، انت بتضحك على ايه؟ ايه الخيبة دي؟ البنت 10 سنين ليه بتتكلم في كده؟ عشان طول ما احنا قاعدين بكرة هتتجوزي وهيبقى دورك كذا ولو جوزك عمل كذا، او مثلا تكون الام اللي هي امها دي تكون زوجة تانية، تكون زوجة تالتة، تكون زوجة رابعة. ما هم انتوا بتسافروا برا وتروحوا تتجوزوا مثنى وثلاث ورباع وتبقى غالبا الأجنبية مخها خلاص يعني قبل الموضوع ده لأنه بقى من عند الله. فجابت الكلام ده منين؟ فهو بقى بيرد عليها يقولها مش فاهم ايه اللي مضايقك، يعني هدي أعصابك، اعتبري نفسك انه ان البنت ما سالتش السؤال. عارف ان كلمه التعصب دي التعدد بتعصبكم. انا مش فاهمه ازاي كلمه التعدد مش بتقول انه للراجل ان انت شخص شهواني، ان انت شخص ما عندكش امانه، ان انت شخص لا تؤتمن على بيت فيه بنات وزوجه وعيله، وان انت شخص عايش لنفسك وشهواتك، وانك عايز تتمثل براجل كان عايش في العصر الحجري اتجوز 9 ستات وعنده مش عارف ايه وعنده ايه وكام 66 ست في حياته في عمره اللي قد كده، ده لو كل نص ساعة واحدة يعني، وكان يطوف بمش عارف ايه. احلام الجنس المتواصل اللي عايشة في عقل الرجالة. يعني الواقع في الحياة والسن والكلام ده بيقول غير كده. يعني كيف لا ترى ان التعدد مش إهانة للرجل؟ التعدد إهانة للرجل. التعدد بيقول انك انسان لا تؤتمن. بس خلينا نشوف بقى ال 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 الشيخ السلايد اللي بعد كده. الشيخ لما يعني نشوف ازاي شخص لا يؤتمن على ارشاد الناس، لانه مرشد كاذب، مرشد كاذب، وافواه هؤلاء افواههم فخاخ شيطانيه لعقيده شيطانيه. واحد بقى بيقول له وليه ما تبقاش الرابعه يعني وتضمن انها قفلت الباب وراها؟ انت عايز بتقول لها التانية انت بتضحك عليها يعني؟ طب ما هي لو الرابعة بقى تقفل الباب. لما بتقفلش الباب اولا رد على حضرتك، لانه يعني دايما في واحدة ممكن تغير فيها، لا ضمان لو الراجل متجوز 4 هيفضلوا هم هم يعني، ما الحاج متولي بقى والحاجات دي يعني. مش ده كان واقع؟ لا واقع، مازال واقع دائما عند الراجل شهوة التغيير، مش كده؟ فيقول له بقى ايه رد ايه؟ طب وهي في سن 15 بقى نبقى نقول لها يا ذكي يا مش معقول يعني، فكاهي، مخادع، مرشد غير امين، لا تعلم حقيقه ما تعرفه، بتستدرجوا الناس عشان تدخلوهم في الخيه وبعد كده تقولوا لهم بقى ايه الحقيقه حته حته. ده مش شبه الشيخ اللي قاعد يقول لليهودي ادخل الاسلام، انت يقول له انا بشرب خمر، يقول له ما يجريش حاجه ادخل الاسلام. دخل الاسلام بقى نقول له لا لو شربت هتجلد. طب اجي اخرج يقول له لا لو خرجت هنقتلك. لان المعلم مخادع، لان المعلم هو اله الشر،
لان المعلم هو الكذاب وابو كل كذاب. دي مش شطاره، ده مش نصاحه اللي انت بتعملها يا استاذ صلاحوفيتش، انت ولا يا شيخ صلاحوفيتش، دي مش شطاره، ده كذب، ده تدليس على الناس، لانك مش انت المتالم، مش انت المتالم، الستات دول هم اللي هيتالموا، والبنات دول هم اللي يعني هيفقدوا كتير من انسانيتهم وحياتهم والمهم اللي هيعيشوها في زيجات بالشكل ده. هم لا يعلموا حقيقه الاسلام. تقدموا للناس قشور وانت عارف القلب فيه ايه، بس ما دام القلب ده مديلك انت السلطان، تضرب بقى، تتحكم، تفتح، تقفل، تحبس، ليك السلطان، فمفيش مشكلة. هقول لكم حتة حتة، لا ده كذب، ده تدليس، وهذا ليس من الله. والتعدد ليس أساس علاقة الزوج والزوجة أبدا كما خلقها الله، لأن الله خلقهم ذكر وأنثى، واحد وواحدة، وما يجمعه الله لا يفرقه إنسان. ما عجبكش الكلام إنه وتقول إنه إحنا عندنا مصايب، والمصايب الطلاق في المسيحية والجواز في المسيحية، هقول لك لأن دي مصايب الإنسان، لما يكون هذا الإنسان غير مرتبط بالله. لكن الإنسان المرتبط بالله يعيش ويحب ويتغير هو الأول قبل ما يطلب من مراته تتغير، وتتغير هي الأول علشان ترضي المسيح في حياتها وزوجها وأبنائها. دي مش تأليفة، ده هو كده، ده الكتاب المقدس كده، الحياة مع المسيح كده. المسيح بس هو اللي يخليك تعمل اللي مش ممكن تتخيل انك عندك القدرة تعمله، لأن هو اللي بيعلمك من جواك ويغيرك من جواك. هتنقل بقى نقلة تانية. اوكي، اتكلمنا عن جرائم الشرف والبنات الصغيرة والتفاعلات العجيبة، التقابل العجيب في واحدة انتوا بتعملوا لها غسل مخ واحدة واحدة، والتانية عارفة الحقيقة وانتوا مش هتقدروا توقفوها. على فكرة هي عارفة الحقيقة وربنا هيحررها. بصلي ان البنت دي وعيلتها كلهم يعرفوا المسيح في اسم يسوع. اوكي، من فترة بسيطة برضو، دي كانت حاجة يعني كان نفسي جدا نتكلم فيها، ظهر فيديو لبنت نوبية بترقص الرقصة النوبية المشهورة. طبعا أهل النوبة ليهم رقصات معروفة جدا، وما تفتكروا بقى فرقة رضا، وكتير كانت رقصات متعددة من النوبة، حاجة جميلة جدا، فولكلور شعبي جميل كنا اتربينا عليه، يعني احنا عشناه وتربينا عليه ونقلده ونرقصه ومش عارف ايه كل ده، مش كده؟ فمن حاجه بسيطه كده بنت طلعت بتحتفل بتخرجها في الكليه، فطلعت على المسرح ورقصت رقصه النوبيه المعروفه. اوكي، شادن اسمها، شادن هي خريجه اداب القاهره، و نشيطة جدا، البنت نشيطة جدا، دلوقتي هتشوفوا صورها وهتشوفوا جزء من الرقصة والكلام ده، وهتشوفوا قد ايه البنت يعني بصراحة منورة، واضح من انها بتروح مؤتمرات للقادة، نعم، وعندها ثقة في نفسها وفرحانة ولابسة حلو وعاملة شعرها حلو، يعني بنت محترمة، شكلها بنت محترمة جدا، عندها ثقة في نفسها وبتبني مستقبلها بشكل واضح. واضح انها كانت بتحضر مثلا المؤتمرات اللي بيعملها الرئيس لإعداد القادة والحاجات زي والحاجات دي. فطلعت على المسرح وراحت رقصة عسل سكر انت ولا حاجة زي كده، الأغنية النوبية المعروفة، رقصت عليها رقص نوبي، مش هز وسط، رقص نوبي، واحدة بترقص يا أخي. الدنيا بقى ايه، انشقت لفريقين، ناس قاموا ما قعدوش، وناس قالوا برافو وحاجه حلوه وقد ايه جميله وشافوا الجمال اللي فيها. خلينا نشوف الفيديو الاولاني. اوكي، عشان سكر انت،
يا ربنا يباركك يا بنتي ويحفظك ويحميكي من ألسنة الناس دول. لكن خليني أقول أنه أولا هي واضح أنها لما طلعت على المسرح ده كان يمكن في التدريب اللي بيعملوه قبل ما يتسلموا الشهادات في التخرج بتاعها. يعني واضح أن المسرح كان فاضي وهم قاعدين مشغلين أغاني وبيحتفلوا مع بعض، راحت طالعة رقصة. وبعدين قالت أنه كمان في بنت فلسطينية برضو عملت نفس الحكاية معاها، وقرروا أن هم يحتفلوا كل واحد بطريقة بلده. فيها إيه؟ معلش، تصرفها ده أنا أفهم ليه بقى؟ إحنا فاكرين اتربينا برضو على كده، الـ 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 البنت ولا الولد العيال ينجحوا نقوم بقى نعمل الحفلة ونقف في الشارع ونعزم الجيران، وتشوف بقى الأفراح الشعبية لما يعملوا احتفالات اللي نجح في الثانوية العامة واللي نجحت في الجامعة والكلام ده كله. مش فاكرين فيلم الخطايا وحياة قلبي وأفراحه مثلا كانوا بيعملوا إيه؟ بيأزأزوا لب وهو بيغني بمنتهى التقل كده، يعني وحياة قلبي وأفراحه، ولا كانوا ماشيين بيرقصوا وبيغنوا وكده؟ دي كانت صورة من الصور اللي كانت في بيوتنا وشوارعنا. في إيه؟ ده اللي أنا مش قادرة يعني أفهمه. تصرفها يشبه فرحة المصريين وطريقتهم في الاحتفال في الشوارع في الحاجات الخاصة والأفراح العامة والكلام ده كله. فرحة نجاح، تصحى الصبح لما يوم الثانوية العامة تسمع بقى وحياة قلبي وأفراحه، والبيت اللي بيزغرط واللي نزلت تسقي شربات والناس اللي بتطبل والناس اللي بترقص والأمهات. في إيه؟ ليه ده بقى غريب؟ أقول لكم ليه ده بقى غريب. لأن بقى عندنا ناس دلوقتي يعني طيور الظلام، اوكي، ولازم يعملوا رد فعل حامي شويه علشان خاطر نلم الدنيا ونرجع للظلاميه اللي احنا عايزين ندخلكم فيها، عايزينكم تفضلوا فيها. ليه؟ مثلا حامي حمى الازهر عبد الله رشدي، شوفوا كده السلايد ده، عبد الله رشدي بيقول ايه؟ اوكي، أوكي. ما يحدث في حفلات التخرج ده عشان أنا مش عارفة أشوفها. أوكي، أوراي، بيقول لك إيه؟ ما يحدث في حفلات التخرج أنا مش عارفة أشوفها يا جماعة، I'm so sorry. أوكي، خلاص، دخيل على ثقافتنا ولا يقبل ديننا. حفلات التخرج ينبغي أن يظهر فيها شيء من الفرح الوقور الذي لا يتجاوز فيه لحدود الشرع والعرف. أما أن تخرج البنات مترقصات كأنهن سكرة، دي كانت شكلها سكران، ولا كل البنات المحجبات اللي كانوا واقفين، يعني عشان دي ما كانتش محجبة، كانوا سكرانين وهم بيسقفوا وبيغنوا بنات وولاد برضو مع بعض، ما شكلهاش سكرانة ولا حاجة. انتوا عينيكم اللي فيها شر، اوكي، بملابس كاشفة، فذلك قبح. في الملابس كاشفة لابسة كله متغطي من فوق لتحت، ايه الملابس الكاشفة؟ اوكي، فيقول لك فذلك قبح، ينبغي على مسؤولي التعليم منعه، وينبغي على الآباء أن يزجروا بناتهن عن مثل هذه الفعال الوقحة التي لا تشير إلى طالبة علم بقدر ما تدل على راقصة بذيئة. أفكارك بذيئة، ألفاظك بذيئة، وإنت يعني كل أفكارك الحقيقة بتدل على الفكر اللي داخل ذهنك. أنا دائما يعني بتحرى الأدب في الكلام عن كل المشارك اللي أنا بشارك منهم حاجات. الشيخ عبد الله رشدي يتجاوز كل الحدود وحدود الأدب في الكلام عن البنات والستات وعن كل ما يرى هو إنه غلط. علم نفسك، ربي نفسك، علم عيلتك، علم بناتك، علم ولادك، لكن انت غير مسؤول عن بنات الآخرين. وانت اعتقد انك يعني الكلام اللي بتعمله ده بيثير حفيظة المجتمع البسيط اللي مش فاهم باسم الدين.
يا سيدي انت تعرف حاجه عن البنت دي؟ تعرف متدينه ولا مش متدينه؟ ولو مش متدينه ده يخصك في ايه؟ انت عايز الناس تحتفل زيك انت ليه؟ الرجاله في اوضه والستات في اوضه ليه؟ احنا بنحتفل غير مسيحيين مسلمين، انا من عيله مسلمه، ما كناش بنحتفل كده، بنحتفل عادي بلا خلاعه ولا قله ادب ولا انه يتقال. طبعا يعني في مصر لما تقول على واحده ست انها راقصه فانت بتقول كده انها افعالها مشينه ويعني مش حاجه لطيفه، وكانك يعني عايز تقول انها داعره. ده مش حقيقي وغير مقبول انه انك تتكلم عن النساء بهذا الشكل. فطبعا يثير حفيظه الرجال، فكل الرجاله بقى لازم يقولوا بقى ويعني انت عملتي كده، هيقولوا عليه الاب يقول ده ما تربتش، يطلع اخ معقد شويه يقول لها لا 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 ده انت لازم تقعدي ما تخرجيش، هتتحجبي بقى عشان نستر عرضنا. لا، ربنا يحفظكم، ربنا يحفظكم. الناس دي افكارها افكار ظلاميه، ودائما ما يعني تتوقع القاذورات بصراحة. مش معنى ان واحدة مش محجبة تبقى رقاصة، يعني بالمعنى اللي انتوا بتقولوه، انا لا مش بتكلم عن الرقاصات، بالمعنى اللي انتوا بتفكروا فيه انها خارجة عن حدود الادب ولا خارجة عن اوكي. بس بقى ايه حامي حمى الازهر؟ ما سمعناش صوته لما خرج لنا الفيديو ده في احتفال كلية الأزهر أو تخرج الصيادلة من كلية الأزهر. شوفوا بقى التحفة دي، نشوف الفيديو ده. صبيان وبنات هم عمالين بيغنوا ويتميلوا ويترقصوا وكل حاجه، حلوين. انا شايف ان هم حلوين، الكلام اللي بيقولوا عجيب بس يعني هم حلوين فرحانين. ناس بتتخرج، رجال على ناحيه وستات على ناحيه، وطبعا اللي بيغني بقى واقف بيغني لهم دول رجاله، منتهى الشياكه اهو وكل حاجه. والبنات بقى دول فرحانين، ربنا يبارككم فرحانين، مفيش مشكلة، مش بعترض على البنات. اللي انتوا بتعملوه ده انساني وطبيعي، لكن الاسلام بيقول ان صوتك عورة ولازم تغطي شعرك، والحتة اللي باينة دي لازم تغطيها، والبرنيطة اللي انت لابساها دي بتاعت الكفار فده تشبه بالكفار. والحفلات بقى دي اصلا بقى يعني معلش سامحوني، حفلات التخرج دي بدعة. وانتوا كنتوا بتتخرجوا من الازهر بحفل التخرج؟ ها؟ ولا بتقعدوا جنب العمود وتاخدوا ال بيقولوا عليها ايه العالميه من الازهر وانتوا جنب العمود وخلصت حكايتك؟ لكن كل ده بدعه، وكل بدعه ضلاله. ما سمعناش بقى الاستاذ طالع يقول لنا ليه بقى الناس دي، ليه انتوا بتعملوا كده غلط، والبنات اللي قاعدين حتى ولو هم قاعدين الناحيه التانيه لا بس شعرك في حاجه، وحاطه مكياج، حاطه مكياج. ربنا يحفظكم وينير عينيكم بالحق، حق يسوع المسيح. الله اللي خلقك عشان بيحبك وشايف انك جميله من الداخل ومن الخارج، وعايز يحررك بمعرفه محبته ليكي. الاسلام ضلال، الإسلام ظلام، الإسلام لا يأتي في حياتك بثمر. أنا يعني كل ما بشوف البنات دول بأملهم في الحياة، بذكائهم، بمحبتهم لأسرهم والبلادهم، كل ما ببص لهم قلبي بيتوجع، قلبي بيتكسر بصراحة عليكم. بصلي في اسم يسوع المسيح يا رب المس دول اللي شفناهم بالوش واللي شفناهم بالعين واللي بنفكر فيهم بالقلب، يا رب المس انت هؤلاء يا رب برؤى واحلام واعلانات. يا رب صلي من اجل عبد الله رشدي نفسه، يا رب صلي انك انت تكون الصوت الحقيقي في قلبه وتنير عينيه وتفتح فكره وذهنه لمعرفه الله الحقيقي.
في اسم يسوع المسيح بصلي. أمين. طيب يعني خلينا نشوف السلايد بعد كده. منونة بتقول لك انه الاناشيد دي بتفكرني بالاناشيد اللي كانوا بيخلوني اغنيها في حضانة، كنت بروحها وانا صغيرة ويخلونا نغني اناشيد زي دي. طبعا كلها ايه، برمجة للعقل يعني. حتى اللحن اللي هم بيغنوه ده بيقولوا عليه ايه، صليل الصوارم، اللي هو اللحن بتاع داعش، وكل الناس بتعلق على انه دي الالحان دي شبه بتوع داعش عشان نعمل ان احنا منفصلين يعني. لا، احنا بنغني للازهر، مش هنقول حاجات الا للاسلام وللجهاد. ما هو دول برضو يطلعوا بعد كده بقى يروحوا مغنين اغاني جهاديه. بس هو سؤال يعني، يقول لك الموسيقى حرام والغنى حرام ومش عارف ايه وكده، وبعدين طالعين يعملوا لنا الهارمونايزنج ده اللي بيعملوه علشان يعني تبقى نشيد اسلامي. ما هي موسيقى برضو يعني، الصوت هارمونايزنج، ما هي موسيقى برضو. تحللوا حته وتحرموا حته وتحجروا على الناس ان هم يعيشوا يعني حياتهم بحرية وبراحة. عايز اشوف الفيديو اللي بعد كده. اسمع كويس، ده غالبا العثيمين. يكون بالعصا، يكون بطرف الثوب، يكون بالنعل، يعني يختلف، لكن لابد ان يتجنب الوجه. الوجه ما يجوز. هنعيد الفيديو تاني، نعيده مرة تانية. واحد بيسأله هل يمكن ان الست تتضرب بالعصاية؟ فبيقول له اه اهو. يكون بالعصا، يكون بطرف الثوب، يكون بالنعل، يعني يختلف، لكن لابد ان يتجنب الوجه. الوجه ما يجوز. طبعا يعني سمعنا وهو بيقول انه يكون بالعصا ويكون بالنعل. طبعا النعل ده الجزمه، يعني انت ممكن تمسك الجزمه وتضرب مراتك بيها. ده يقول ايه عنك كانسان؟ عشان مره تانية انا بديت اقول لكم ان اللي بتعملوه في الستات ده او القضايا الاسلاميه والافكار الاسلاميه والاحكام الاسلاميه بتعود على الرجل بالشر على طول. انت بتاذيها، لكن انت بتؤذى نفسيا وانسانيا، بتغير طبيعتك الى طبيعه الشرير. اوكي، الله المسيح، السيد المسيح يغير طبيعتنا الى طبيعه الهيه مقدسه. يعني مش احنا آلهة، لا، هو يغيرنا ازاي؟ بيغيرنا لما نتصرف زيه، زي ما بنربي اولادنا كده. امشي كويس عشان ابنك يتربى كويس، اعمل الصح عشان ابنك يعمل الصح، كون متواضع عشان يبقى ابنك متواضع. احنا بقى ننظر لله ابانا ونقول ونبقى زيه، لانه نختار ما يرضيه، نختار ما يساعد الغير، نختار ما يبني المجتمع. كل ما هو للبناء، كل ما هو صالح، كل ما هو خير، كل ما هو جيد، كل ما هو في محبه، ده اللي نختاره. مش كل ما هو لبناء الإسلام وأمة الإسلام والكلام ده كله في الآخر يبقى جهاد مثلا. لكن أرجع تاني لنقطة الستات، أنت تصرفك مع مراتك بالشكل ده بيقول أن أنت نفسك مضرور. تضرب مراتك بالجزمة مقامها من مقامك إزاي يعني؟ وده بقى اللي بيقولوه الشيوخ في الجوامع، لكن نطلع بره نقول بقى فرشة السنان والسواك والكلام ده. هنشوف آخر فيديو دلوقتي، ده فيديو خاص لأخت مع أخوها. البنت منقبة، تقدر تحط الفيديو. البنت منقبة وأخوها واقف جنبها لا شعره، فهي بتقول له، أنا بتقول كده، أنا أسباب الصلع عندي مش هتكون وراثية، ولكن لأنه أخويا بسبب الراجل الشرقي الغيور، كل ما يلاقي شعرة طالعة من الحجاب الأسود ده
فيروح شددها خلاص. فبتقول له طب بس استنى بس استنى يشد. لا احترام لإنسانيتها. يعني أنا عايز أفهم لو الراجل راجل معدي كده فشاف شعرة طالعة من الحجاب هيقول إيه؟ واو إيه ده؟ شعراية، شفت شعراية؟ ده هيقول عنك إيه؟ ده هيقول عنك إنك إنسان شهواني لا ترى إلا شهوتك الخاصة، ولا ترى إنسانة أصلا أمامك، ولا تحترم خاصية الآخرين. ده احنا عندنا يقول لك ايه، يعني الواحد لما يدخل في بيت حد انا احترم العيله، احترم الراجل اللي انا داخل بيته ما اعملش حاجه تغضبه او تجرح عيلته او تجرح بناته. فانت بقى ايه واقف تشتهي شعرايا، وبعدين بص بقى على وشه في الاخر هنا ما يتنقل ويروح بقى جازز بقى على اسنانه وشدد الشعره برضه، هو يعني مش عارف يدخلها يسيبها لك؟ لا مش هيسيبها لك. مش مهم ألمك، مش مهم الحجاب أو النقاب اللي أنتي مجبرة تلبسيه. محدش يقولي بقى أنا أصلي عايزة وأنا مش عايزة وده اختياري وكلام من ده. محدش يختار هذا الألم، محدش يختار، مفيش ولا واحدة تختار إنها تكون شيء يشتهى دائما. المسألة إنه طاعة الله بهذا الشكل، لو أنتي فاكرة إنك بتعملي طاعة لله، عايزة أفهم منطقيا إيه نوع الطاعة دي لهذا الإله اللي بيقولك إن أنت مصدر لخطايا الآخرين، اللي أنت من جواكي بقى أنت عارفة أنت بتفكري في إيه، أنت عارفة خطاياكي شكلها إيه. أنا عايزة أقدمكم النهاردة أمام الله، برفعكم في صلاة جميع بنات المسلمين، أنا برفعكم في صلاة أمام الله المحب، الله يخلصكم من شر هذا الفكر الذي يناقض طبيعة الله وطبيعة خلقته ليكي. الله خلقك علشان تكوني محبوبة مكرمة، تكوني عاملة، تكوني فعالة في حياتك وفي حياة الآخرين اللي حواليكي. ليكي قيمة عند الله بتقول إن هو دفع ثمن محبته ليكي بدمه. المسيح فداكي من خطاياكي ومن الموت الأبدي بدمه، أحبك إلى هذا يعني التمن ده كان بالنسبة له أنت تسويه. لو تعرفي أن الله بيحبك بهذا الشكل هل تقبلي؟ بصلي من أجلكم وألتقي بيكم في الحلقات القادمة.